لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير الصائمين والقائمين والقارئين لكتاب الله نور الورى وصاحب مقام قاب قوسين أو أدنى من صلى عليه سيغنم ومن لم يصلي عليه سيندم. هو الذي يطفئ عنا بشفاعته حر جهنم. هو الذي قدمه في الصخرة علم. هو ألف الألفة وباء البهاء وتاء التحلي وساء الثبات وجيم الجمال وحاء الحلم وخاء الخير ودال الدلال وذال ذكر المتعال وراء رأفة الهدى وذي ذيل الوجود وسين السعود وشين الشهود وصاد الصفاء وضاد الضياء وطاء الطلال وظاء الظلال وعين العناية وغين الغاية وفاء الفلوة وقاف القوة وكاف الكمال ولام اللطف من المتعال وميم الملك ونون النوال وواو الوفاء وهاء الهنا ولام ألف لا إله إلا الله ويا ياقوتة الينبوع الكبرى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة المؤمنون عود الطيب المبارك إلى ساحة القرآن الكريم والتي عشنا فيها منذ قليل ما علم من أعلام التلاوة بجمهورية مصر العربية فضيلة القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح. وموعدنا الآن باستضافة علم من أعلام دولة قراء القرآن الكريم بالعالم الإسلامي وسفير قراء مصر بالعالمي العربي والإسلامي والملقب بملك المقامات فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الناصر حرق قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري ورائدا من رواد إذاعة القرآن الكريم. فليتفضل إلى منصة القراءة.
بسم الله تبارك الله. الصوت بقى يا جماعة الصوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا كل متاع الدنيا
والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال
أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا.
ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون
كفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله فقاتل في سبيل الله لا تك
تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين. صلى الله وسلم وبارك عليه. فقاتل في سبيل الله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا وإذا حييتم بتحية وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها
إن الله كان على كل شيء حسيبا. إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة. لا ريب فيه. لا ريب فيه. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ومن أصدق من الله حديثا. صدق الله العظيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في دروج مشيدة. من روائع سورة النساء عزف على أوتار القلوب محرك القلوب فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الناصر حرف.